ما كاد صيادو قطاع غزة يستغلون مسافة 9 أميال حسب قرار إسرائيلي جاء نتيجة لمفاوضات مع الجانب الفلسطيني، حتى تراجعت إسرائيل عن قرارها لتقلص مسافة الصيد إلى 6 أميال فقط. القرار نزل كالصاعقة على صيادين، فقد كانوا يأملون أن تمتد المسافة إلى 12 ميلاً بدلاً من تقليصها، علهم يجنون من الأسماك ما يعود عليهم بفائدة ملموسة. الناس تفائلت وجهزت حالها، يعني لأنه شغل 9 ميل و12 ميل بدأ تجهيز للنشات والحسكات، فتحوا لنا يا شهرين وهلقيتها الناس رجعت على 6 ميل كأنه ولا عملوا ولا حاج ولا تفاوضوا ولا عملوا ولا حاج. تخلل الشهرين مدة الاتفاق على 9 أميال الكثير من المشاكل بين الجانب الإسرائيلي وبين الصيادين في عوض البحر، كإطلاق الإسرائيليين النار على الصيادين المتجاوزين من وجهة نظرهم واعتقال البعض الآخر واحتجاز مراكبهم، والآن تقليص المسافة، وهذا يعني أن الكثيرين من العاملين في هذا القطاع لن يجدوا دخلا كافيا. بطلع أنا وأخويا أولاد أخويا نصرة بنقصد عخان يونس عرفة بنا 15 مليون محروقات، بنروح بنصيد بزرة، هذه البزرة بدها يعني قد ما بدك تصيد بتكون فلوس، يعني بصيد لك ب 20 مليون ب 15 مليون، بتيجي آخر النهار يعني ثاني يوم الصبح تبيعي بتلاقيش فائدة. وبرر منسق العمليات في الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية على صفحته على فيسبوك تقليص المساحة بانتهاء موسم الصيد في غزة. الجهات المعنية بهذا القطاع تؤكد أن الصيادين من أكثر الفئات فقراً في المجتمع الفلسطيني ولا مردوداً ثابتاً لهم، وهم يرون أن ما أعلن سابقاً عن زيادة مساحة الصيد ما هي إلا فرقعة إعلامية لا أكثر. قطاع الصيد لم يشهد أي تحسن، خاصة في ظل وجود مكثف للزوارق الحربية داخل البحر واستباحة قوارب الصيادين والصيادين أنفسهم. أصدرت بعض مؤسسات حقوق الإنسان هنا بياناً تستنكر فيه هذا التراجع الذي يضر ب4000 صياد و2000 آخرين ترتبط أعمالهم بهذا القطاع، وطالبت بالعودة إلى تطبيق اتفاق أوسلو. يطل قطاع غزة من شماله إلى جنوبه على ما يقارب 45 كيلومتراً من سواحل البحر المتوسط. إسرائيل بررت قرار تقليص مساحة الصيد بانتهاء موسمه، أما الصيادون فيرون فيه تضييقاً عليهم ويأملون تطبيق الحل الذي توصل إليه المتفاوضون. وسام ياسين، الحرة، غزة.